الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لعمال الأجراء وكالة تبسة يعلن عن إطلاق النسخة الثانية لبطاقة الشفاء. إذن هذه النسخة الثانية لبطاقة الشفاء فيها مرحلة أولى، إجراء أولي اللي هو رفع قيمة الوصفة الطبية كحد أقصى من 3000 دينار جزائري إلى 5000 دينار جزائري. هناك خصائص لبطاقة الشفاء سنين، هذه الخصائص تتميز على بطاقة الشفاء بطاقة الشفاء واحد، حيث لديها مساحة تخزين أكبر. أيضا بإمكان بطاقة الشفاء اثنين عندها إمكانية أو يمكن للمؤمن أن يطلع على آخر 40 وصفة طبية. أيضا باستطاعة المؤمن الاطلاع أيضا على ما قدره 400 آخر دواء قام باقتنائه. أيضا من حيث كود بين، هي عندها باستطاعة تشفيرها، وعندها أيضا خصائص أخرى كصلاحية التي تمتد إلى 10 سنوات. البطاقة الجديدة هي الملف الطبي والإداري الإلكتروني للمؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه، علما أن هذه العملية ستنطلق إن شاء الله الفاتح من عام 2024، مع العلم أن الوزارة الوصية والمديرية العامة أعطت تعليمات في أسرع الأوقات تكون جاهزة. الفرق ما بين البطاقة الشفاء أ وبطاقة الشفاء 2 هي أول حاجة السعة، أنه البطاقة الشفاء 2 تقدر تهز حتى 40 وصفة و400 دواء، إضافة إلى ذلك زيادة في التخزين كاين الجنس أو لو سيكس كون أبيل لو سيكس تاع المؤمن له اجتماعيا وذوي الحقوق، الرمز الوطني ايدونتيفيكاسيون ناسيونال لو نيميرو ديدونتيفيكاسيون ناسيونال اي انتيغري في لا كارت شيفا 2. لو بلوز امبورطون سي لا ال دي سي دادير لافيكسيون دو مالاد لافيكسيون ديكورتيكي بار اكزومبل كون بارل دو ديابيت اسكو ديابيت 1 ديابيت 2 لو تيب انسيلو ديبوندون او نو. تعاملوا مع المؤمنين في استقبال الملفات خاصه بالنسبه لبطاقه الشفاء، انه ما زلنا نستقبل في الملف بنفس الصفات القديمه الا في ناحيه الشكل في الصوره، انه تكون الخلفيه بيضاء وأنه تكون فيها مواصفات خاصة للصورة حتى يتقبلها الجهاز بالنسبة لبطاقة الشفاء. شكل البطاقة الجديدة حسب المعلومات اللي موجودة عنا أنه تختلف الشكل عن القديم من جهات عدة، خاصة بالنسبة للمادة المصنوعة منها البطاقة أنها صديقة للبيئة. اثنين أنه ما يقاش كما في الشفاء اثنين انه يقع ازالتها او بصوره اوضح، يقول لك البطاقه تتحرق قبل هذه ما تتحرقش البطاقه.